في صلاح الدين لوحت الطواقم طبية بتعليق الدوام ما لم يتم صرف العلاوات ومخصصات الخطورة لهم. وفي وقفة احتجاجية طالبوا وزارة الصحة برفع التسكين الوظيفي والاستجابة لمطالبهم. المطالب رفع التسكين، توزيع قطع الأراضي، رفع الخطورة. تدرون احنا نواجه المرض او الوباء بصورة مباشرة، يعني واحنا نعتبر الصد الاول. احنا نطالب بهذا الامر من الوزارة ومن الدائرة حصرا، واذا لم يتم هذا الامر فاحنا مقبلين حالنا حال باقي العراقيين على الاضراب عن الدوام. احنا في حال ان لم تستجاب اصحاب القرار ما يستجابون لنا وتحقق مطالبنا، عندنا خطوات تصعيدية ابرزها تعليق الدوام في جميع المؤسسات.